البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه قطرة يتيح لكم منصات إلكترونية واجتماعية من خلال موقع إلكتروني مميز صمم خصيصاً لتوعية الزوار والتفاعل معهم وتوعيتهم بالسلوكيات المثلى لاستخدام المياه وحلول ترشيدها وبناء المعرفة وبث النجاحات الملهمة والتفاعل المباشر وغيرها الكثير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام. قطرة، الحياة في كل قطرة.